السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طريقة مشاركة الصور والفيديو فقط، يعني ما غاديش تشوف شي حاجة أخرى من غير الفيديوهات والصور، يعني تشاركوا من الهاتف مع الجهاز الإيكولينك زين لايت زين بليس زين ثلاثة إلى آخره. فهذيك الخاصية ديال DLNA DMR، كتدخل القائمة الرئيسية وكتمشي لديك شبكة التطبيقات، كتمشي لآخر ما كاين، هي هذيك راه على اليسار DLNA DMR الاولى DLNA DMR. بعد ذلك الخوت كتمشيو للهاتف، داكشي غنشرحو يعني حيت انا عندي غير تليفون واحد. هذا هو الهاتف، كتمشي دير التحميل لهداك التطبيق ديال جيمي سكرين، كتدخل لهداك التطبيق، يعني خاص يكون مكونيكتي الهاتف مع الجهاز في نفس الروتر. بعد ذلك في الاعلى غتلقى جيمي سكرين، وغادي تلقى ديك الخاصيه ديال DLNA، غتضغط عليها. بعد ما غيطلع لك الجهاز بالسميه ديالو، غادي تضغط على ديك DLNA، وغادي تضغط على السميه ديال الجهاز، كتعطيه السماح يعني باش يدخل المكان ديال لي دوني ديال غالوري او المعرض الى اخره. كترجع بهذيك لافليش اللي في الاعلى، كتمشي يا اما الفيديو يا اما الاندرويد يا اما الايماج. انا غادي نمشي للايماج، غنبدا بايماج، غادي ندخل الملفات ديال الايماج، غادي نختار صوره. كيف ما كتشوفوا غادي ندخل الصور اللي هي فيها غير ملف واحد ولا جوج ملفات ديال الصور، غادي نضغط اوكي، هاهي غتطلع التصويرة في الجهاز، نفس الصورة اللي كاينة في الجهاز كاينة في التلفاز، ونفس العملية كتنطبق على لا بغيتي تدخل لي دوني ديال الفيديوهات ولا لي دوني ديال الاوديو اللي عجبك نتايا. كترجع، المهم راه كاين في الاسفل عندك خيارات اللي دوزتيها في الجهاز، راه كتاجوطا في الاولى اللي اليمين ديالك، وهاديك النجمة يعني راه كتدخل لي دوني ديال الفيديوهات ديال الصور. قضية سهلة خوت، غير هو خاص يكون الهاتف متصل بالجهاز، يعني عفوا يكون الهاتف والجهاز يعني في نفس الروتر. يمكن لك تبارطاجي يعني الانترنت من الهاتف ديالك مع الجهاز، هاد العملية هي كتصدق. كما كتشوفوا الخوت راه ساهله القضيه، غير هو داك التطبيق ديال جيمي سكريم يمكن لك تحمله من الموقع ديال الايكولينك ولا من بلاي ستوري متجر جوجل. كيف ما كتشوفوا الخوت، انا كنجرب الفيديوهات اللي كاينين عندي في الهاتف، كل ما كنضغط على فيديو راه كيبان في الشاشه. اي حاجه يعني درتيها في التلفاز راه كتروزيستر في هاد في هاد في هاد جيمي سكرين، وهاد جيمي سكرين الخوت راه شويه يعني ماشي نقول لك 100% يعني امن، ضروري كياخذ البيانات ديال الهاتف. المهم انت ملي كتبارطاجي هاد الفيديوهات والتصاور راه كيبقاو مسجلين في هادوك التطبيق ديال جيمي سكرين كما شفتو في الاخر، بحال هكا. دابا هذا كاع ما كيبان حيت هذا يعني تروزيسترا في لي دوني ديال هاد جيمي سكرين. المهم التطبيق، المهم نقول لكم 70% غير امن. المهم كيف ما كتشوفوا كيبارطاجي غير الفيديوهات والتصاور، اي حاجه دخلت راه كتبقى مروزيستي كما قلت راه في هاد التطبيقات. المهم الخوت، حبيت نشارك معكم هاد القضية ديال مشاركة الهاتف يعني الصور والفيديوهات في جهاز ايكولينك زين. هذا ما كان الخوت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.